لعل الأولى حتى نفهم الأمور فهما عاما سليما متكاملا أن نقول ابتلاء الخلق، وهذا الابتلاء له حكم كثيرة، منها أن شأن الدنيا الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا فهمنا هذه القضية، أن القضية أن طبيعة الدنيا وشأن الدنيا وسنة الله في الدنيا الابتلاء، الذي قد يكون جانب منه عقوبة، وقد يكون جانب منه رحمة، وقد يكون جانب منه تذكير، وقد يكون السبب في صلاح الناس وعودتهم، وقد يكون سبب في ارتقائهم أو تأديبهم، أو لأن الدنيا هكذا. يعني لما ابتلي أصحاب الجنة في سورة القلم، ألم يكن هذا رحمة بهم؟ بلى، فعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. وصاحب الجنتين أيضا في سورة الكهف، لما ابتلي بما ابتلي به كان ذلك سببا في عودته. إذن هي ما هي انتقام. وبالتالي اليوم بتشوف واحد مريض ربما كان عاصيا، ما بيجوز نقول شوف ربنا انتقم منه، ما تدري، يمكن يكون عم يرفع درجاته، يمكن يكون عم يطهره، يمكن يكون عم يذكره بالله سبحانه وتعالى، ويمكن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندري. وتجد مؤمنين يعني على الأقل ظاهرهم لا تشك في إيمانهم وأعمالهم الصالحة، ويبتلوا ابتلاء شديدا، إذن لعله رفع درجات وتطهير وتذكير بالله سبحانه. فبالتالي القضية ليست ميزان انتقام بحال من الأحوال، هي ابتلاء من جملة الابتلاءات، قد يكون فيها خير كثير ونحن لا نعلمه. ولكن لما نقول ابتلاء يعني اختبار، لما نكون اختبار يعني في ناس راح تنجح في الاختبار وفي ناس راح تفشل في هذا الاختبار، فهو اختبار من الله والباقي عندك. عندك أنه إذا أنت تذكرت أن هذا اختبار فأعددت العدة لذلك، وذاكرت كويس، وصبرت، ورضيت، وشكرت، واغتنمت الوقت، ولم تضيع، ولم تتسخط على الله، هيك أنت نجحت في هذا الاختبار وزاد أجرك عند الله سبحانه وتعالى. وإذا واحد تسخط على الله سبحانه وتعالى وضيع الوقت وأهمل وازداد بعدا وازداد احتجاجا وازداد إعراضا، إذن هو فشل في هذا الاختبار، ومع ذلك يجوز يجي اختبار أول وثاني وثالث. أولا يرون أنهم يفتنون، يعني يختبرون ويبتلون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون، يعني المنافقين أو الكافرين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ومع ذلك ربنا يعطيهم اختبارات. لما النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر خط خطا مربعا، ثم وضع في وسط المربع نقطة وقال هذا الإنسان، ثم أخرج من المربع من وسطه خطا خارجا منه طويل، قال هذا أمله. شوف ما أطول أمل الإنسان، بعيد، لكن وين بده يصطدم بالنهاية؟ وهذا أجله، اللي هو المربع قد أحاط به. قد ما يكون أملك طويل أجلك، لكن قبل ما يجي الأجل هنا الشاهد خط خطوطا صغارا إلى هذا الخط الذي بالوسط من داخل المربع، يعني ما بين نقطة الإنسان إلى خط المربع خط خطوط صغار، قال وهذه الأعراض، يعني ما يعترض الإنسان في طريقه إلى الأجل، وهذه الأعراض إن نهشه هذا أو سلم من هذا نهشه هذا. يعني المقصود أنه ربنا دائما بيجعل فيه رسائل من الله لهذا الإنسان بكل أنواعه الإنسان، تذكره لعله إلى الله يعود، أو لعله يرتقي، أو لعله يزداد شكرا، أو لعله يزداد صبرا، أو لعله يزداد أجرا. فهذه الأعراض مذكرات ورسائل إيجابية كلها من الله سبحانه وتعالى، فلماذا نعتبرها رسائل سلبية؟